طبعا يسعدني اليوم ان اتشرف انا والاخوه في محافظه الفروانيه بزياره صاحبه السمو الملكي الاميره الى الكويت والى محافظه الفروانيه بشكل خاص، وارحب فيها بين اهلها واخوانها وعشيرتها ببلدها والاخوه اعضاء الوفد المرافق والاخ السفير الاردني في الكويت والمجموعه، واتمنى اليهم دائما طيب الاقامه ووفاق المهام ونجاح الزيارات وما بين الكويت والاردن على مستوى القيادتين والاسرتين والشعبين والكيانين، هو شيء من القلب والوجدان محفوظ من الله سبحانه وتعالى ومن القائمين على هذا. فحياك الله واشكرك على هذه الزياره، واتمنى لك دائما التوفيق، وتحياتنا للاردن في قلبنا كما الكويت نعلم لها في قلبكم. ولدي في الجعبه الكثير والاكثر من الحديث، لكن ساكتفي بذلك، والمحبه يعبر عنها المشاعر والوجدان اكثر.